السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة سريعة إن شاء الله، وبعض اللمحات عن الزراعة المائية بعد هذه السنين الطويلة من التجارب التي خضناها، وهل ممكن أن يكون هناك اختصارات معينة في الزراعة المائية، وهل من الممكن أيضا أن نستخدم أوساط عادية ليست مرتفعة الثمن وليست مكلفة ماديا في الحامل الزراعي، ومتى أيضا نحتاج إلى إلغاء الأوساط، أو ما هي النباتات التي لو ألغينا الأوساط فيها لا تؤثر على النمو؟ الأوساط المقصود فيها إما أن يكون الوسط توف بركاني أو توف إيطالي أو بيرلايت أو كوكوبيت أو زيولايت أو أي وسط حامل، ممكن أن يكون حتى حصمة يعني حجرية أو حصمة كلسية أو حصمة صخرية، ما في أمور يعني محددة للحامل، وإنما هي تنتقى حسب وجودها في المكان التي تتوفر فيه أو البلدان التي تؤمن هذه المصادر من الأوساط تلك الأوساط. عندنا في الأردن مثلا الأوساط، أغلب الأوساط متوفرة، إلا أن بعض الأوساط مثل الكوكوبيت أحيانا تكون مفقودة بناء على العرض والطلب. وبالفترة السابقة تقريبا حوالي 3-4 أشهر هذا الوسط مفقود من المملكة الأردنية الهاشمية بسبب أزمة كورونا والأزمة المتعلقة في عمليات التصدير والاستيراد وغلاء الأسعار التي حصلت عليها. نتكلم عن بعض النباتات التي لا تحتاج إلى أوساط نهائيا، لا تحتاج إلى أوساط نهائيا. من تلك النباتات التي استشعرنا أنها لا تحتاج إلى أوساط نهائيا نبات الخس، كما تنظرون إلى الخلفية التي ورائي على سبيل المثال. هناك في أنواع من الخس مزروعة فيها، وأيضا من النباتات التي لا تحتاج إلى أوساط زراعية البصل الأخضر. طبعا من النباتات اللي البصل كما قلنا زي ما احنا شايفين، هذا البصل أخرجنا جذره طبعا رفقا بالجذر، بصل من النباتات القوية التي تتحمل الظروف القوية. فالكوب يخلو من الأوساط، ما في وسط، إنما اللون أسود أو متبقيات التي يبان عليها كشكل البتموس هي عبارة عن متبقيات التي كانت أصلا على الجذر، التي كانت على الجذر، معناته البصل لا نحتاج إلى أوساط حاملة. كذلك الخس مثل ما احنا شايفين الخس لم يتم وضعه في وسط، لم يتم وضعه في وسط نهائيا، والأسود هذا هو ما كان متبقي من البتموس اللي كان مزروع في الخس. أحيانا يكون عدم وجود الوسط مفيد للنبتة، وذلك لكي تنتشر بشكل أفضل أو تأخذ حيز انتشار بشكل أفضل في الزراعة المائية. طبعا لا يفضل الا يعني لا يفضل بشكل عام نهائيا ازدواج النباتات. يعني مثلا اجينا حطينا احنا هاي، طبعا الخس كانت مرافقه لهذه الخس، فوجدنا ان واحده تضخمت اصبحت كبيره زي ما احنا شايفين، وواحده بقيت صغيره. فالافضل عدم دمج النباتات في كوب واحد، خصوصا في زراعة في البايبات. كذلك البصل لو كانت فقط عبارة عن شتلة واحدة، هاي طبعا فيها أكثر من 10 شتلات بصل، لو وجدنا بأنه هلا بنجيب لكم خسة بنورجيكم المقارنة، أنه كل ما كان الشتلات أكثر كل ما كان النمو أضعف، يعني النمو النبتة يكون أضعف مما تكون متفردة. طبعا من نفس المنظومة
نفس المنظومة نجد أن هنا عندنا مثلا نبتة وضعنا فيها كم من شتلة، هاي نفس المنظومة مزروعة بنفس النظام. شوف الشتلات اللي أقل كثافة وأقل عدد وجدنا أنها متضخمة، يعني حجمها يعني نقول يصلح للبيع. أما لما تكون بهذا الشكل بهذا العدد الكثير زي ما احنا شايفين، هون عدد أقل أم هون عدد أكثر؟ فالعدد الأقل يكون النمو أقوى، طبعا الاستفهامات التي تكون في هذا الصدد، ليش عندنا مثلا لما يكون حجم النباتات لما تكون أقل ولما تكون أكثر ليش بصير النمو هون أقل وهون أكثر؟ نمو في النبتة المقصود يعني. طبعا يا إخوة لما تكون كثيفة الشمس راح تكون واصلة ل يعني للنباتات بشكل ضعيف في الداخل بالذات، فبنجد إنه المجموع الداخلي ضعيف جدا والمجموع الخارجي قوي. يعني هاي المجموع اللي في الداخل بداخل النبتة بنجد إنها لأنها تقريبا مش شايف الشمس، يعني نوعا ما شايف الشمس بنسبة بسيطة جدا، بخلاف هذه مزروعة كم من شتلة فيها بنجد إنه كله يتعرض إلى الشمس والنمو السليم. أحيانا النبتة أيضا موضوع الإفرازات الجذرية إذا كانت يعني متراصة تؤثر على بعضها. طبعا كل نبتة لها مخرجات بالإفرازات الجذرية، فالمجموع الجذري يكون أضعف لما تكون النباتات بجانب بعضها وبطريقة كثيفة، وكأنه النبتة عندما تفرز تأخذ الفضلات من أخرى، من نبتة أخرى تأخذ فضلات من نبتة أخرى، فهذا يضعفها أيضا.